السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في سلسله فيديوهات ماتريكس اند ويدج. اليوم نحكي عن الكونسبت العاشر اللي هو ذا وودن ويدج فيرسز ذا بلاستيك ويدج. كلنا نعرف انه الريجولر ويدج مالتنا مصنوعه من تو تايبس، وود اند بلاستيك ماتيريال. الوودن ويدج تمتلك لك ادفانتج عن بقيه الوجات، انه يا جماعه هذه من تصير ويت نتيجه البلاد اور السلايفا هذه ابزورب ليتل ووتر، راح تمتص لك الماي، فبالتالي راح يصير بها اكسبانشن، وهذا الاكسبانشن قاعد يسوي لي ادابتيشن فيرملي بالانتربروكسيمال سبيس، ادابتيشن فيرملي للماد ويتو ستراكشر. اول ما صنعة الوجات كانت تصنع وودن ويج بس تجي بشكل سيت كامل متصله الوج متصله مع بعضها مع بعض، فبالتالي احتاج اني هذه اقصها بابريزيف ديسك واسوي لها جراديوال كونفرجنس توارد تيب اند حتى تعطيها اناتوميكال شيب حتى تبدي تملي لك الانتر بروكسيمال سبيس. وطبعا انا اقصها اكوردنج تو ذا سايز مال الانتر بروكسيمال سبيس عندي. هذا الوجه يا جماعه احتاج اخليها اندر بريشر، من اريد اجيب اثبتها بالانتر بروكسيمال سبيس لازم استخدم اني بريشر قوي، فبالتالي الثين ويج هنا أنا ما راح تفيدني. ليش؟ لان الثين ويج يا اما ما راح اسوي لك جود سيبريشن للتيث يا اما راح تنكسر ما تتحمل الفورس. لهذا لازم انتبه على شغلة مهمة، انه من اجي اسوي الكونفرجنس مال الوج توارد ذا تيب اوف ذا اند لازم ما اسوي تو شورت مثل هالشكل هذا. ليش؟ لان اذا كانت تو شورت بشكل سبير فبالتالي هذه ما راح تملي لك كل الانتر بروكسيمال سبيس. مع ذلك اجت الشركة سوت لنا اناتوميكال انديفيدجوال اناتوميكال وج، انه هاي الوج راح تجي بحتها مفصولة عن الاخرين وبشكل اناتوميكال وتراينجلر كروس سكشن يشبه الانتر بروكسيمال سبيس وما يحتاج انه انا اسوي له فينيشينج. وبنفس الوقت راحت صنعت وجه من بلاستيك ماتيريال، اللي هذا البلاستيك ماتيريال اما تكون اوبيك من هذا مثل هذا الشكل او تكون ترانسبرنت. الترانسبرنس اور الكلير وجه كانوا يستخدموها وهي الكلير ماتريكس. ليش؟ يقول لك حتى اسمح اني لللايت يفوت من خلالها حتى يسوي لي كيورنج وبوليمرايزيشن رياكشن للسيرفايكال ريجن، حتى انا اقلل من البوليمرايزيشن شرينكج باتجاه هذا السيرفيس او هذا الريجن. لكن اكتشفوا انه هذا بالحقيقه يا جماعه ما قاعد يصير، ان الدراسات فضحت انه هذا الشيء غير حقيقي. فتشوف قل استخدام البلاستيك ويج اور الكلير ويج. بقى عندنا الترانسبرنس، بقت عندنا البلاستيك ويج الاعتياديه الاوردينري اللي هي تكون نفس الوودن ويج بالضبط، ترانجلر كروس سكشن، تكون ستريت، تمتلك تكون اناتوميكال ويج. بعدين الشركات اتجهت انه تسوي لك كيرفد ويج حتى تشابه لك الكونتور مال البون كريست، وبنفس الوقت تكون ادابتد ويل بروكسيمال سيرفيس مال تو ستراكشر. الفكره بهذه الوجهات كلهن انه هن يجنن تقريبا كولر كودد، يعني بهن الالوان. ليش؟ according to the size مال الانتر بروكسيمال سبيس. وشكرا.